حبيبة ماما، أمي يا جميل، أمي يا لزلوزة يا روح ماما. حماد ايه حماد؟ اخس عليك يا ماما، اخس عليك يا ماما، خضتيني. قوم يا دنايا قوم. مش قادر مش قادر يا ماما. الله على الريحة الحلوة دي. يا صباح الفراخ المشوية المتبلة، حطيها هنا ماما، حطيها هنا. اتفضل يا حبيبي. والنبي يا ماما ارفعها لي شوية، ارفعها لي. اتفضل يا حبيبي. الله مش قادر، بس عايز انام. لا يا حمادة، قوم يا حبيبي، في الحركة بركة، قوم يا حبيبي، بطل نوم بقى. يا ماما النهاردة يوم، عندي شغل طويل وعندي ميعاد مهم، ادعيلي ادعيلي يا ماما. بدعيلك من كل قلبي، ربنا يفتحها في وشك يا حمادة. ماما سيبيني انام شوية، تعبان كسلان والله. يا حبيبي قوم قوم. يلا حبيبي ماما، وقت التشطيف جه. حمادة يا ماما انا نضيف وزي الفل، ولازم الواحد يتشطف، والله ما قادر. حمادة حبيبي لازم تغسل وشك. الله. لا حاضر حاضر، بس مش قادر، استنى عليا. انا هغسل لك وشك. ربنا يخليك، مش عارف من غيرك كنت هعمل ايه والله. انت ام عظيمة عظيمة يا ماما. يلا هب 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 هب، غمض عينيك عشان الصابون يحرق. حاضر حب. المية ساعة يحيى يا ماما يح. معلش يقطعني يا روح ماما. والله الواحد نشفي. شكرا يا ماما، شكرا. نشفي الحته اللي فوق اللي في خدي اليمين، اللي في خدي اليمين. بس ماما هتخنقيني، شيل الفوطه. يلا نف نف نف. هوبا هوبا، شيل الفوطه. هتخنقيني يا حي يا ماما، والله عيني حرقتني. يلا اسنانه. مش قادر افتح شفايفي. شكرا شكرا. تف 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 تف. ماما سيبيني بقى، انا تعبانه، عايز انام عشان خاطري يا ماما. لا لازم تقوم وتصحصح يا حماده. النهارده بقى عامله لك مفاجات مذهله. ايه يا ماما المفاجاه؟ والنبي قولي لي. ايه يا حماده؟ ماما خلاص بقى زهقت. حاضر. ليه حماده على طول؟ حماده على طول. ايه المفاجاه؟ ما قوي تبقى مفاجاه لو قلت لك ايه المفاجاه يا حماده. عشان خاطري يا ماما، عشان خاطري. امي حبيبي، ده النهارده عيد ميلاد حماده. كل سنه وحماده طيب. هو طيب. كل سنه وحماده طيب. وانت طيب. ماما ماما ممكن اطلب منك طلب؟ عينيا انا كسلان شويه، يعني سيبيني بس 17 ساعه انام، لاني مهلكان هلكان هلكان. حماده انت مش بتقول وراك ميعاد مهم؟ قوم وصحصح كده. والله يا ماما ميعاد مهم قوي، ادعي لي ربنا يوفقني فيه. ربنا يوفقك فيه. قادر يا كريم يا رب يا حماده. ده. ده. ماما ربنا نعم. يخليكي لي، انا مش عارف من غيرك اكيد كنت هخس، مش عارف كنت اعمل ايه. بعد الشر عليك من الخسسان يا حبيبي. ادي ايدي كبوسه يا ماما. خد يا حبيبي. زقي يا زقي ايدي، زقي. متشكر. العفو. رجعي ايدي، رجعي ايدي يا ماما، رجعي. متشكر. العفو يا متشكر. حماده. أوه. حماده ماما. حماده ماما. حماده ماما. حماده حطي ايدي على بوقي، عايزه تتاوب. رجعيها. متشكر قوي. العفو يا حمودي. حماده يا ماما. قوم بقى يا حماده، مش معقول الكسل اللي انت فيه. قوم يا حبيبي وغير هدومك كده. لسه لسه هقوم واغير البيجامه والبس هدومي وانزل واركب الاسانسير. لا مش قادر. انا هقلعك هدومك يا حماده. ربنا يخليكي. ربنا يخليكي يا ماما، ربنا يخليكي. يا سلام. ايوه كده، لبسي جاهز، والبنطلون والبنطلون يا ماما. فاكر. ربنا يخليكي يا احلى ام في الدنيا. يلا يا حماده هات ايدي كابوسها تاني. خد يا حبيبي. زقي ايدي، زقي. رجعي ايدي. فاكر. رجعي. متشكر يا ماما. العفو يا حبيبي. ممكن انام شويه بقى؟ لا يا حماده قوم بقى. الله بطل كسل. والله ما قادر. طب مش قادر انزل من على السرير. طب اعمل ايه؟ دقلجيني يا ماما، زقيني. مش قادر. يلا مش قادر انزل. هوبا يلا يا ماما. هوبا يلا ماما. تعالي قوميني. الا يا رب. استنى انا جايه لك، جايه لك. الخشب جامد قوي، وجع لي ركبتي. معلش يا روحي. ماما ساعديني قوميني. حاضر يا حبيبي. ده ميعاد مهم قوي، ادعي لي ادعي لي يا ماما. ها قومي يا دنيا. قومي يا حبيبي، اسم الله عليه. النبي بتعب ولا لا؟ بتشقى يا دنيا. والله بتعب وعندي ميعاد مهم. ماما ممكن تيجي كده شويه؟ تعالي كده انا اريح شويه، تعبان. لا 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 مش قادر. حماده مش قادر. حماده ده انا محضره لك الفطار اللي انت بتحبه يا حبيبي. ربنا يخليكي. والنبي يا ماما اديني ايدي كابوسها احسن. مش قادر. اديني ايدك. زقي ايدك، زقي ايدي. متشكره ماما، رجعي لي ايدي، رجعي لي ايدي. متشكره ماما، متشكره. افطر يا حماده. افطر على بال ما احضر لك الفطار. ربنا يخليك يا ماما ويخليك لي. توصل الفطار بقى، توصل الفطار اللي جاي. عيني يا حبيبي. حاضر. حماده حماده ماما. قومي يا حماده اصحي. حاضر. بس بحب بحب انام وتعمل لانشون في بقي. معلش بحب تعمل لانشون في بقي وانا انام. انام شويه باللانشون. لا يا حماده اصحى بقى. وانا انام خمس دقايق بالجبنه. اصحى بقى اللي يحرقك. انام خمس دقايق بالجبنه الرومي. اصحى بقى. والنبي تعبان. ربنا ياخدك وارتاح منك. النبي ادعيني في المشوار اللي انا رايحه. ربنا يوقف لك ولد الحلال. اللهم امين. ربنا يخليك. قال له اللانشون ده حلو قوي قوي. حماده وبعدين؟ كتري منه. يلا انا
طب شمسك عشان تزقيني، مش قادر، خليهم معايا، زقيني بيهم. زقيني بيهم. ما تتنيل تتزق بقى. ماما ماما هاتي سندوتشات، هاتي سندوتشات يا ماما، هاتي سندوتشات. حاضر يا حماد. ربنا يخليك ليا يا ماما. ربنا يخليك. حاضر يا حماد. ربنا يخليك يا ماما. حاضر يا حماد. طب هتبصي حصلين بيهم على باب الشقة. طب. أنا مش قادر، أنا هسحب. طب. أنا هسحب زي حمادة، زي الفدائيين. حمادة. أنا هسحب. أنا حمادة. مش قادر. تعبان يا ماما، سقيني زقيني كعب رجلي. يا رب حياة رحمة تيتا يا رب، ورحمة جده يا رب، وقف جنبي يا رب. ما بعملش حاجة غلط خالص، أنا كسلان شوية بس هبقى نشيط. بس والنبي يا رب أهم حاجة النهاردة ودلوقتي يا رب أكسب ضربة الجزاء دي يا رب. العب غيرها حلو. والله العظيم والله العظيم انت فقري وقاعد بتنق عليا. اول مره في حياتي اضيع ضرب الجزاء. طب يلا كمل لعب، ما تقفلش. ماشي ماشي ماشي، بس انا كسلان قوي مش قادر ادوس على الزرار. مالك؟ انا مش مظبوط، انا مش عارفين بصراحه ولا تتضايقوا. إيه؟ انا جعان والله جعان. ايه والله جعان. حماده تيجي ناكل؟ انت لسه ما فطرتش لحد دلوقتي؟ مش فاكر، انا فطرت بتاع 3-4 مرات بس بصراحه ماما النهارده ركزت في حاجات كتير ما اهتمتش بيها قوي. طب خلاص اعزمنا بقى. حاضر يلا، كلم لنا الراجل بتاعك صاحبك ده بتاع الحمام، اطلب لنا 10 جواز حمام. قشطه. وانت كلم بتاع الحمام صاحبك اللي انت تعرفه ده، خليه يجيب لنا 6 جواز حمام. ايوه بقى. طب ما فيش شاورما؟ عينيا هات سيخ شاورما لحمه وسيخ فراخ. ايه رايك؟ خليهم 3. عينيا انا زوده. هقول لك بقى على حاجه، خلي الوليمه دي بعد الماتش ده لما اكسبك عشان احتفل بالنشوه النصر، عشان طبعا هنضم معاها حلويات بقى ام علي وشويه بقلاوه. قشطه. طب وريني نفسك بقى. حلو. اوريك يا لذيذ. انت جريت ريقي. لا بس من غير غدر، اسمع يا ميسي يا جامد. اتفضل يا عم، اتفضل برجلك اليمين. اتفضل. شكرا يا استاذ. طالع عروسه. وائل جمعه مين؟ بقول لك يا ميسي تقول لي وائل جمعه، انت هتعيني ليه؟ ما ينفعش نبقى معديين من هنا وما اعرفكمش بوالدي يعني. بابا خلي بالك، انا مش عايز غش. اهلا يا حبيبي. استنى شويه، مشغول. بابا ايه البقره اللي انا مخلفها اليوم؟ بابا عايز ايه يا زفت؟ مش شايفني مشغول وماشي الناس اللي معاك، مش عايز دوشه في البيت. يا بابا ما يصحش كده، بكلمك ترد عليا. مش فاضي، مش فاضي ارد عليك. غور انت وروح يا حاج هات لي كوبايه ميه، والنبي خليه يجيب لي كوبايه ميه بسرعه. بابا بس عايزك في موضوع مهم كده يعني. لا انت هنخم ولا ايه؟ الله. حاجه هتخش يمين هتلاقي المطبخ، اعملي لي سندوتش جبنه حطي لي زيتون. ابعت الاولاد. بابا عايز ايه يا زفت؟ هخسر. عينك في عيني لما بكلمك. انت بتبرق لي يا ولد؟ بتبرق لي؟ طيب ثانية واحدة هفضلك. هفضلك. لا 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 مش هينفع كده. بابا ايه ده؟ انت بتمسكني من معصمي؟ يا نهار، بيمسكني من معصمي. انت بكلمك يرد عليا. مش هرد عليك. يا حسام يا ابني سيبه، الله يكون في عونه. شكرا شكرا. سيبه يلعب، الله يكون في عونه. جون 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 جون. حسيت. طب قسما بالله. كلمة تانية وأكسر المحل ده على اللي فيه. لا أنا لا أقوم هديك بالجزمة أنت والناس اللي جايبها معاك وهتزهقوا. امشي عشان أنا خسرت. أوعى بقى أوعى بقى، ابعد عني دلوقتي. يا بابا قوم اتعرف بالناس. ناس مين يا ابني؟ تعالى خد. أنت عامل لي فيها السبع رجالة وبتخلي صوتك. إيه ده؟ ده أبوك ده هايف وعيل. إيه ده؟ أنت بقى اللي حبيعك ده؟ مبسوط على الكلام الفارغ ده؟ لحظة. أوعى أكون فاكر إن أنا قاعد بلعب وتعبان وجعان ومش مركز. انت قلت ايه؟ انا هايف؟ انا بقول له ان ابوك عيل وهايف وتافه. والله لا يبقى اخرج دلوقتي. لا ثانيه يا ماما، كان هو هايف انت قليل ادب يعني. دلوقتي بترد عليه دلوقتي؟ حضرتك بتشتغل ايه؟ انا؟ ايوه. هو عارف. هو عارف؟ تبقى هايف. حضرتك بتعرف تلعب بلاي ستيشن؟ طبعا. بتعرف؟ كذاب كذاب، شكلك تافه ومالكش في البلاي ستيشن. دي لعبه عيال صغيره يا استاذ. انا عيل بس انت اعيل، وامشي عشان ما هزقكش. خد الراجل ده بره. مفيش جواز. معلش يا مفيش جواز خالص. احنا اساسا ما نشربش. انت راجل عيل. امشي يا راجل. انت راجل عيل. امشي. تعالى لي تعالى لي عشان انت بتستفزني. اضربه ولا اكمل الماتش؟ لا اكمل الماتش. انا هكمل الماتش. انا بحترمك عشان حسام. يلا امشي من هنا. يا ابو حسام معلش يا عم. انت راجل عيل. طب اتفضل. لو تعالى تاني امشي من هنا. يا الهي خلاص يا خلاص يا بابا خلاص. معلش يا عم استنى، انا عايز اعتذر لك على حاجه. اوعى انت تعالى امشي من هنا. مبسوط. امشي من هنا. امشي من هنا. معلش يا عم. تعالي تعالي تعالي. انت العروسه؟ تعالي حبيبتي تعالي تعالي. ازاي تتجوزي ابن التافه ده؟ ده انت لو جيتي لي من كام سنه كنت دفعت فيكي اكتر من ابن التافه اللي هيدفع فيكي. انت بتعملي ايه هنا؟ قومي يلا معايا. قومي بره. هنبعت هنبعت. امشي دلوقتي يا حاج لو سمحت. امشي اطلع بره بيتي. يا حسام يا ابوك المجنون ده. تعرفتي على الواد فين؟ الشارع. في الشارع؟ ما انا قلت انت شكلك بنت شوارع، انت شكلك بنت شوارع. مش كل ما اجيب حاجه تشبط فيها يعني، ما ينفعش كده. هي اللي جت لزقتي. هي اللي لزقتي. هي اللي في ايديكي ده. انت
كمان بتشبطي. خد يا ماما بنت نزلة على ماما وتبص قعدت من غير ما حد يعزمها. العب بص دي بقى استنيني رجعت لك وانا فايق. اسمع لا 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 بصي دي بصي دي حلو الكوبري ده يا معلم. أيوة. يا ابن اللذينة انا جعان فين الاكل؟ شوف لي فاكهه. طيب شوف لي فاكهه. ايه ده ايه ده ايه الكابه دي؟ بيت كئيب ليه كده؟ قص عليك يا ماما. بصراحه ماما مزعلاني قوي. ماما ما بتعملش معايا اي حاجه تبهجني في حياتي بصراحه. مزعلاني مزعلاني. اهدى بس يا حبيبي. اهدى ايه وبتاع ايه؟ مش كفايه ان انا فتحت اكره الباب لوحدي؟ هدوس كمان على كبس النور. والله ما انا دايس. وايه الزروات اللي على شوف الترابيزه مليانه ايه؟ تورته وجاتو. طبعا ماما هي واصحابها يجوا يقعدوا ياكلوا ويزروتوا البيت. انا بصراحه بكره اصحاب ماما جدا سواء رجاله ولا ستات، كلهم استغلاليين. طنط كريمه دي بتيجي تسرق من عندنا الاكل من الثلاجه من غير وراها من ورا ماما. والله مش عايز اقول لها بصراحه بقى. يا ساتر. ولا طنط سناء حراميه، هي كمان حراميه وبتستغل ماما. ونرجس. نرجس كلكم ونرجسكم. ايه ده القرف ده يا سادة؟ انا زهقت منهم. حتى الناس اللي بتشتغل عندنا في البيت ولا حد بيساعدني، لا الطباخ ولا السواق، كلهم ناس رخمه وبكرههم. محدش بيساعدني خالص. انا زهقت من كل الناس دي وزهقت منكم بصراحه. انا بكرهكم والله، بكره اصحابي، بكره الناس كلها. محدش بيعمل لي اي حاجه خالص. دي حاجه تقرف بصراحه. ايه ده؟ واضح ان هم عاملين لي مفاجاه عيد ميلاد. ازيك يا انكل؟ ميرسي على المفاجاه. هم قرفانين مني ليه؟ وانا قلت حاجه عليهم؟ انا مقرفه؟ انا قلت انا هوريك. انا قلت كده، انا قلت كده. في ايه يا جماعه؟ مش مبسوطين ليه؟ الكلام ده برضو ليا انا كده؟ ايه ده؟ انا ما قلتش حاجه على حضرتك يا حضرتك. انت قلت لي على اي حاجه؟ ايه له ليه؟ ايه ده اللي بتعمله ده؟ انا ما عملتلهاش حاجه عشان تعملي كده. امال في ايه؟ الناس مالها متضايقه مني ليه؟ وانت كمان باصص لي ليه كده؟ الله الله الله. وانت كمان، ده انتوا اعز اصحابي. هو في ايه يا جماعه؟ احضروا عيد ميلادي. ربنا يخليك يا ماما على المفاجاه. ايه فين ماما؟ ماما ماما ربنا يخليك على المفاجاه. يخليني ايه يا حماده؟ كده بتهزع الضيوف وتهزع صحابك. انت ايه؟ ما بتحسش على نفسك خالص؟ انا يا ماما انا ده انا مبسوط بالمفاجاه. ربنا مبسوط ازاي؟ مالك يا ماما؟ عندك ايه يا ماما؟ مالك في ايه؟ مش عارف. انت هتموتي ولا ايه يا ماما؟ تقريبا. طب انزلي لوحدك عشان لو وقعت مش هقدر اقف. مش هلاقي حد يوقفني. على مهلك. سلامتك. سلامه. تشاهدي يا ماما. تشاهدي. مع السلامه. الله ناس طيبين قوي. هابي بيرثدي يا حماده. هابي بيرثدي تو. اوف اوف مش قادر انفخ. بس الحمد لله البوطه حلوه. بس عشان الجواب انا ازاي؟ عايز حاجه يا ماما؟ طب شكلها نيمت او ماتت. بعد خير.